ونروح لمباراة النهاردة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنادي سموحة. سموحة كان بيلعب مع إنبي، والمباراة الحقيقة بدأت مثيرة مبكرا. من الدقيقة الخامسة كان صديق أجولة بيسجل الهدف الأول لصالح فريق نادي سموحة. وجول حلو قوي، يعني الجول معمول حلو قوي، والتمريرة والتسديدة، وجول ولا يقدر لا البلعوطي ولا غير البلعوطي يقدر يعمل لها أي حاجة. لكن المباراة كانت حلوة زي ما بقول لك. سموحة كان يعني شوية في دائرة الخطر قليلا يعني، فالتعادل النهاردة أو الفوز كان يكفيه لل يعني الاطمئنان وللبقاء في الدوري الممتاز. التمريرة من حسين فيصل والتسديدة رائعة من صديق أجولة عشان يتقدم بالهدف الأول لفريق نادي سموحة. تلاقي دايما الحراس هم كان لهم دور أكبر النهاردة في بداية الهجمات، سواء الهاني سليمان أو عبد العزيز البلعوطي، لكن كلمة سر النهاردة كانت صديق أجولة. من وجهة نظري الشخصية هو كان يعني من وجهة نظري هو الأفضل في فريق سموحة. بص الجون اللي جابه أحمد أمين أوفا، واحد من نجوم الموسم، من زاوية صعبة، من زاوية صعبة جدا جدا جدا، لكن حطها حلو قوي من فوق الهاني سليمان عشان يسجل هدف التعادل. وأيضا أحمد أمين أوفا هو واحد من نجوم الموسم السنة دي مع فريق نادي إنبي. الحقيقة على فكرة ده الهدف العاشر، الولد ده راح سيراميكا، من سيراميكا للشرقية للدخان، من شرقية للدخان استقر بيه المقام في إنبي. لكن الحقيقة لابد نقول إن الفضل لمدربه كابتن تامر مصطفى. الحقيقة ما بطلش نادي يعني سموحة الهجوم، ونجح مصطفى سعد ميسي العائد لسه من رحلة منتخبنا الوطني الأولمبي في بطولة تحت 23 سنة في المغرب، وسدد مصطفى سعد وسجل مصطفى سعد ميسي هدف في غاية الأهمية لفريق نادي سموحة عشان يسجل هدف الاطمئنان وهدف ضمان البقاء لفريق سموحة. وانا قلت لك من البداية سموحة ما فيش عليه مشكلة، الإسماعيلي ما فيش عليه مشكلة، لكنه المهارة بتفرق هنا يا جماعة. حطها حلو قوي بشكل حلو قوي عشان يخلص المباراة 2-1 ويرتفع رصيد فريق نادي سموحة إلى 39 نقطة، ويرتفع كمان 3 مراكز في بطولة الدوري العام.